النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم على ارتفاع عند مستوى 1943، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 97.25% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا عام 2020. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت الحيازات السعودية أكثر من 140 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، كما قامت دول أخرى مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا بزيادة حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، معتبرة إياها ملاذا آمنا وللاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة. وتتجه الدول لتفعيل فرصة شراء سندات حكومية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما إذا ما كان المصدر ذا مرجعية وملاءة وتصنيف ائتماني رفيع مدعوم باقتصاد وطني قوي. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. خفض بنك جولدمان ساكس احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل من 25% إلى 20%. وأشار البنك إلى أنه في حال جاء تقرير الوظائف لشهر أغسطس إيجابي، فقد يتم خفض هذه النسبة إلى 15%، وهي النسبة التي كانت سائدة لمدة عام تقريبا قبل تعديلها في الثاني من شهر أغسطس. كما توقع جولدمان أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر. أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في إيطاليا في شهر يونيو زادت بمقدار 30 مليار و300 مليون يورو عن الشهر السابق، لتصل إلى ما يقارب 3000 مليار يورو. وذكر البنك المركزي الإيطالي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة ونمو الأصول السائلة للخزانة. وفي الوقت نفسه قال البنك أن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو بزيادة قدرها 9.9% مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.